السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم أحمد جودة، مترجم فوري من الولايات المتحدة الأمريكية. إن لم تستطع أن تحقق هدفك في علم من العلوم أو منصب طمحت إليه بسبب خور عزيمة أو ظرف عارض أو قضاء مقدر، فلا تحاول أن تثني غيرك عما عجزت أنت عن تحقيقه، فهو نسيج مختلف ونفسية مختلفة وبظرف مختلف. The Street Vlogger، فلوجر الشارع. النهارده يوم بإذن الله سريع جدا، هيبقى متخطف كده. هنروح 6 اكتوبر، بعد كده الدقي. بقى حوار تغيير الاسعار ده حلو جدا، عامل زي العيال الصغير، رجعك لايام الطفوله. بقى تخش تقول لهم دي بكام يا عمو ودي بكام، كل يوم الحاجه سعرها ايه جديد. اجمد واحد بتاع فول في الطلبيه. العربيه بتاعتك فين؟ طلبيه. فين بقى في الطلبيه؟ يعني عشان اللي جاي بالترمس. ايه نبيل طه؟ اي حاجه نبيل طه. نبيل طه فعلا. اشتغل بالبطيء كده يابا، عاوزين نشاط. انت كده بقيت على النت على طول. خلاص انت كده على النت اصلا. السلام عليكم. ماشي، نركب اكتوبر ان شاء الله. هو يعني ان شاء الله يعني انت بتوقف كل حاجة حواليك وبتعلقها على مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، وان انت اصلا ما عندكش القدرة ان انت حتى تعدي الطريق ده غير باذنه، عشان احنا نعرف احنا قد ايه، وان هو تيسير كل حاجة في حياتنا تيسير. ان انت لو كنت مسؤول مثلا عن عملية الهضم اللي بتحصل في جسمك دي ما كنتش تعرف تاكل. فان شاء الله حتى لو بعد خطوتين فانت ممكن اصلا ما تاخدش الخطوة دي غير باذن ربنا سبحانه وتعالى. احنا ان شاء الله هنركب اكتوبر. ايه خافي؟ اسمك ايه؟ خافي. كده غمى صح؟ اظن ان احنا كده باينين يعني. ايه عارف استبرك منين بقى؟ هو صفحة عملت كده وزمايلي يعني ما شاء الله خامتها جامدة جدا وحلوة جدا. طب انت مش هتيجي ولا ايه؟ مش هتيجي؟ انا جيت قبل كده كتير والله. وما احنا متشعلقين. وده صحي للشباب اللي كده؟ ففي واحد جيت شعلق كده فجأة كده. طب خبط. طيب خبط. تصور ليه؟ بحبك. ماشي. خلاص بقى. ماشي. يلا. سلام يا رجالة. ما بقولك. طيب يا جماعة هقابلكم بعد المسح إن شاء الله، عشان عندنا مسح. صح؟ عندنا مسح والله. هنمسح. شايف يا ابني فن، فن يا ابني. حلو ال حلو لما تشتغل. لما تشتغل بنفسك ده حلو قوي. ما تجيبني يا عم، انت جايبني بمسح يا عم. انا يا ابني ليه كياني يا ابني هي دي حياتنا، مش ان احنا بنمسح يا عم. نمسح يا عم عادي، ان احنا شغالين بايدينا. اقسم بالله يا ابني مش عارف والله. بص الحاجات دي بكام؟ وفي الاخر قول لي نسيت تجيب بطاريه لل. جبت طبعا. طيب الحاجات دي ب 110 جنيه. يا نهار الوين. مش عارف اتجوز ازاي اقسم بالله. هبقى اب مثالي يا ابني. 110 جنيه؟ هبقى اب مثالي في برتكه مصروف البيت يا ابني. عبد الله قلنا له راح يجيب صابون سايل، راح جايب لنا ازازه كولا جواها صابون. الراجل قال لي ما عنديش والله. ما عنديش بريل؟ والله قلت له انا ما عنديش بريل. قلت له طب بص انا فاهم يا ابني. انا فاهم. افتح على بابا. افتح على بابا. يا بابا السلام عليكم. ايه عامل ايه يا حبيبي؟ لسه اخبارك ايه؟ بغسل مواعين يا بابا. بقولك ما اكل احد طعام قط خير من ان ياكل من عمل يديه، وان نبي الله داوود كان ياكل من عمل يديه. مش قادر. تعبنا في العمل كده ليه يا ابني؟ مش متعودين. بس بص ايدي فناش امهات زمان يعني وبتاع. ايدي اول مره بقوم ايدي فاهم. ايدي ما بقتش ايدي خشنه كده ومش عارف ايه ومحمره جدا.
عشان احنا مش عندناش هابت في الحوار بتاع المسح والكلام ده فتعبنا. الهابت عموما يعني احنا لما بنعمل هابت ما بنفقدش قوتنا في حاجات كتير قبليها. يعني مثلا اللي مواظب على صلاه الفجر بقى خلاص بقت عنده هابت ان هو بيقوم الفجر، جسمه اتعود على كده، ما بقاش بقى بيضيع باور في ان هو ده انا لسه هقوم اتوضى في الساعه، ده انا لسه بقوم من بالليل عشان انام بدري عشان اصحى الفجر. فكل دي حاجات انت بتهدرها في الوسط عشان توصل للحاجه اللي انت عايزها، فهي مش هابت عندك اصلا، فانت تعبان فيها مش قادر تعمل. مش عايز اروح الجيم غير لما اصحى في البيت. تروح مره واثنين وثلاثه واربعه وخمس مره تلاقي نفسك عادي بتنزل، تروح اوتوماتيكلي كده بتصحى من النوم اللي هو دلوقتي ميعاد الجيم بتنزل. ما انت اصلا اول ما بتقرر تروح الجيم بتروح وانت اصلا مش مستعد وما عملتش اي نوع من انواع الرياضه. عارف لما بتلعب ماتش وجسمك بيتكسر زي ما احنا دلوقتي كده متكسرين، العضله بتاعتك بتتمزق عشان تاخد المجهود الجديد. فانت اصلا مش يعني انت دي اول مره تديها الجرعه دي، فمش مستعديه للمره الثانيه. فانا كنت عايز اعود نفسي في البيت الاول على التمارين عشان اقدر بعد كده ان انا لما اروح الجيم الجسم عنده قابليه ان هو يتحمل المجهود ده. فهي دي المشكله اللي بتواجهنا عشان نكريت هابت جديده في حياتنا. يعني انا مش عارف خالص اكريت هابت القراءه، فازاي اعملها؟ تقرا مرتين وثلاثه واربعه لحد ما الموضوع يبقى بالنسبه لك عادي وجسمك ياخد عليه وخلاص مخك يتسيستم ان انت بتقرا. يعني على الاقل واحد صاحبي قال لي ايه، مفيش حاجه اسمها طالما انت قررت تقرا، مفيش حاجه اسمها ان انت ما تقراش يوم. لو خلاص احيانا بيبقى نفسك مفتوحه وبتجيب كتاب كده لوحدك وتقعد تقرا، صح؟ تمام. عايز تكريت دي هابت اتليست تعملها في اليوم ايه؟ مره. لو بتموت لازم تقعد تقرا عشان تدخل البارت ده في دماغك، فاهم؟ فاكر الحته اللي اتكلمت عليها في فلوج اسمه كنت بتكلم على الطريقه اليابانيه اللي اسمها ذا كايزن واي، اللي هي انت بتكريت هابت عن طريق او بتجمع اكسبيرينس عاليه عن طريق ان انت بتعمل حاجات صغيره طول اليوم. فهو احنا بهدلنا في الحوار ده عشان مش متعودين. وانا كنت فاكر نفسي جامد وعندي باور، طلعت امي عندها باور. دي لسه بقى بعد ما بتعمل كل ده بتعمل لنا اكل. اكتشفنا النهارده ان الستات اقوى من الرجاله بكتير واحنا مدعيين. اه والله العظيم دي اسطوره ان الرجاله هم اللي مش عارف ايه. لا هم الستات هم اللي بيشتغلوا وهم اللي بيتعبوا وما بيتعبوش اصلا، يعني بيقعدوا يعملوا حاجات كتير ما يتعبوش. احنا اللي ايه؟ ما بيتعبوش. والله انت اللي تشتغل شغلانتين ايه ده مش قادر وبتاع لازم اخد بريك وبص هموت شغل وترجع تنظف الشقه وتطبخ الاكل وتدلك رجل جوزها مش عارف ايه، وفي الاخر في اخر اليوم عادي هي بتنام بعديك كمان، فاهم؟ مستحيل. وتصحى قبليه. احنا دلوقتي هنروح فين؟ هنروح دوتس نصور شويه حاجات كده هتشوفوها ان شاء الله لاستبرق. خلاص يلا بينا. ايه ده؟ دوتس جريت. هي دي هتديني واحدة صح؟ النضارة انت ده انت عايز تأدي. يلا بالظبط. ها يلا ما تبقاش زحلقة كمان هنعمل كل حاجة. ده بص ده بص صغير خالص. او كمان شعركتنا بقى. انت اسمك ايه؟ برو. برو. انا اسمي ايه؟ خدايدة. بس مش طبيعي ازاي؟ انا بقى يعني ايه بقى بص؟ يلا يلا هنا؟ بقى حلها لك بص بالاشارة. ايه يا ابني انت في ايه؟ ايه؟ افاتار كافيه في ايه؟
بس يوني هلا، انا سجلت فيديو بكاميرتك من شويه. واحد صاحبي كنت شغال معاه ستارت اب يا ابني بطل جالي. ايه الفيروس اللي فيكم ده عامل انت في كله كده؟ يا ابني طب انت مين انت؟ واحد صاحبي ومش واحد. انا مين انت؟ مين ايوه صح كده. اوب ده اللي كنت شغال معاه في الستارت اب اللي قلت لكم، قعدنا نحضر كتير وما نزلناش على الارض زي ما انا بعمل دلوقتي. قعدوا فتره كبيره قوي يخططوا وما عملوش اي حاجه. لا عملنا. ايه ما شفتيش؟ ما هو الناس ما شافتش، احنا بس اللي شفنا. ما عملناش. هو ده احمد سيد الله. قلت لهم في فلوج ان انا ما بعرفش اقعد على الورق كتير وان انا لازم انزل، فاهم؟ زي ما انت قلت لي جزء طبعا التخطيط مهم بس لازم تشتغل اهم. الراجل ده انا متابعه متابعه شخصيه، هو مش كتير يعني بتفرج عليه بصراحه يعني، لان انا ما بتفرجش اصلا على حازم الصديق الا كده ايه لقطات بس كده، ولو اكتشفت ان هو معاه حد انا عايز اشوفه زي معاذ مثلا صديق الصدوق او حاجه زي كده. ولكن الراجل ده من ما بشوف له حاجات بصراحه بيعجبني، وعجبني ان هو بيطور الموضوع ومستمر، واهم حاجه في الابداع والتميز الاستمراريه، وهو مستمر. عشان كده انا مبسوط بيه جدا، واتمنى ان الناس كلها بجد تتابعه، وهو اولى اكتر بالفولورز من الشيء القميء اللي اسمه حازم الصديق ده يعني. طبعا الكلام ده بهزار، انا بحب حازم جدا، شخص مهم جدا. مش اي حد بيعرف يستمر فعلا، دي مش اي حد بيعرف يستمر. اللي بيعرف يستمر هو ده الشخص اللي بينجح، مش اللي بيعمل طرقعه ويختفي ويفتكر فيرجع تاني. لا مفيش الكلام ده. استمر 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 جوه. في ربنا حط لنا كونسبت والله عظيم انا بحبها جدا جدا في القران الكريم، بتقول ايه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. دي اكتر حاجه تموتيف اي بني ادم انه يكمل، انه مهما وصل لسه جاهل لسه جاهل، فاهم؟ ماشي يا جماعه شماكر، ميرسي كتير جدا جدا. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي اتجوز يا جماعه عشان محتاج كده بجد. يلا عمرو، نسيت اول حاجه في حق الراجل بتاع نوت كورسز. الراجل انا احترمته جدا بصراحه، لانه ما رضاش ان انا اخد حاجه، وانا اصريت ان انا اجرب عشان اتاكد برضه، وطلع فعلا طعمها يعني هو عنده حق. فماليش دعوه باي اتجاهات بقى وطريقته، ماليش دعوه باي حاجه، ماليش دعوه بالشخص اللي انا اتعاملت معاه كده. ايه في الفلوج يا جماعه؟ عايز اعرف انت قلت لي ما تاكلش لحمه ليه؟ عشان مش عاجباني. عشان مش عاجباك صح؟ حاجه مش عاجباني وداخل جسمي.